مرحبا بكم الكل. احنا اليوم عيدنا لكم بشكل يعني شويه سريع لسبب مهم، هو انه تعرف الكل اللي الهيئه مواصله في اعمالها وفق اتفاق صار مع رئاسه الحكومه، والاتفاق هذايا من عشره الليله كان وزعته على الصحفيين معناها للتفكير فقط، انه هل بموجب هذا الاتفاق اللي هو بالطبع باني على مراسله جات من رئيس مجلس نواب الشعب مفاده اللي صار تصويت ذبح في الهيئه، وهل المراسله هذه بالوطن رئيس الحكومه في 21 مايو انه ستقوم باجراءات مطابقه لهذا المراسله. صار حوار مع رئيس الحكومة، وعلى أثر الحوار هذايا الحكومة عملت معنا اتفاق مكتوب، وهالاتفاق هذايا مفاده أن الدولة ورئيس الحكومة ملتزمين بالفصل 148 من الدستور الذي ينص على التزام الدولة في جميع أجهزتها ومؤسساتها بمنظومة العدالة الانتقالية وجميع المجالات والمدة الزمنية المتعلقة به. ثم الاتفاق اللي هو مكتوب ماهوش شفاهي يقول أيضا أنه رئاسة الحكومة ملتزمة باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا لدورها المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي. ثم يقول أنه تمت دعوة هذه الكرامة لإيفاء التزاماتها الالتزامات المحمولة عليها قانونا وأساسا، أساسا معتمة غيرها، إحالة الملفات على الدوائر القضائية الخاصة، ضبط المعايير برنامج الشامل لإيجاب الضرر، وإحالة التقرير النهائي الشامل للهيئة للثلاثة رئاسة. ثم نفس النص يقول أن الوزارة هي وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والهيئة بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها بما في ذلك أعمال الختامية وإجراءات التسليم والتسلم. هذا هو الاتفاق، وإحنا كهيئة ملتزمين به وما عندناش إشكالية في تنفيذ هالعهدة اللي منصوص عليها النص. للأسف ثم بعض إدارات ووزارات فهموا هالنص بشكل معكوس، على قدر ما فهمها وزارات متعاملة إيجابيا معنا وتواصلت معنا ومع خمو اللي 31 مايو، احنا فهموا بعض ناس اللي هما تحت تأثير بعض الولايات اللي هي غير ملتزمة بالعدالة الانتقالية. هذوما حبوا يحطوا لنا اجلس 31 مايو، وهي 31 مايو غير موجود. حتى القانون كان حبوا نحسبوا الاربع سنوات هو 29 مايو ماشي 31، يعني كي خلطنا 31 ديجا دخلنا في الزايد بتاع الاربع سنوات، الاربعه زايد واحد. هذه من جهه، من جهه ثانيه الالتزام من رئاسه الحكومه هو انها الهيئه باش تواصل باستكمال اعمالها واعمال التسليم والتسلم اللي هي بطبيعتنا احنا كهيئه قررناها وعملنا جدوله كامله كيفاش عمليه انهاء اعمالنا كيفاش باش تصير على مراحل، وكيفاش باش نبدو باذن الله تقريرنا في نهايه نوفمبر وشهر ديسمبر. سيخصص من اعضاء مجلس الهيئه الى توزيع ونشر هذا التقرير اللي هو اهم منتوج اللي باش تخرج به الهيئه. وبعض وزارات اخرى حبت تتعامل سلبيا، ونذكر بالاساس منها وزاره املاك الدوله اللي هي بعثت مراسله اولى تقول فيها راني باش نكف اعمالي وتعاملي مع هذه الحكومه الكرامه خلافا لما ورد في الاتفاق المكتوب مع رئيس الحكومه، كاينه الوزاره دي خارج الحكومه معناها يعني تظهر لنا كيما كان، خاطر الحكومه تقول شيء وهالوزاره تقول شيء مخالف لي هذه من ناحيه. ثم تبعت مراسله ثانيه تقول
رجعوني الكراسي والطويل. هذه دونك وزارة. الوزارة الثانية اللي احنا تفاجأنا بالتعامل السلبي نتاعها هي وزارة الخارجية. وزارة الخارجية بعثت طلبت باسترجاع جواز سفر الرئيس. لهنا باش نرجع شوية بالتوالي ونقول اللي راهو الهيئة كهيئة معناها مستقلة وعندها يعني صفة دستورية يعني ملستره كالهيئات النظيرة. الرئيس هو عنده صفة الوزير يعني رتبة الوزير خارج الحكومة والمفوضين عندهم رتبة كاتب دفاع. ونظرا لهذه الوظائف فما بعض امتيازات تتبع الوظيفة. يعني الباسبور الدبلوماسي هو عنده دور هو اتمام وظائف الهيئة في معناها القيام بأعمال. جاوبنا احنا الوزير الخارجية انه الهيئة ملتزمة بالاتفاق المكتوب بين الوزارة والهيئة مفاده انه باش نواصل اعمالنا وباش نستكمل المهام الموكولة لنا بالقانون. وبالتالي ما فماش دلال لاسترجاع الاستقرار. لكن سبق اللي هالوزارة هذه سحبت الباسبورات من الزرق الدبلوماسية لأعضاء الهيئة. احتجينا لو عندهم سنة ملي سحبوها ما عندهاش علاقة باستكمال عملنا وعدم استكمال عملنا. سحبوها عن المفوضين الكل ما عدا الرئيس واعتبروا ان هي ماهيش تابعة الوظيفة. رغم ان هيئات اخرى المفوضين بتاعهم ياخذوا الجواز الدبلوماسي. احتجينا عملنا مراسلات ما فائدة. بعد الجواب هذا الوزير قدام راهو تتابع حكومة عندها التزام مع الهيئة زدنا علمناه بالسفر اللي احنا نقوم به. خاطر احنا فعلا كمسؤولين في الدولة التونسية كيف نخرجوا لازمنا نعرفوا وزارة الخارجية رانا مشينا لبلاد معينة وهاو في الماشين. المراسلة هذيا بلغت وزير الخارجية توا خمس أيام بالتالي. للأسف يوم الصباح أنا قمت بالإجراءات نتاع المراقبة الأمنية اللي يعملوها تونس الكل وفت الحاجز الأمني وطبعوا لي في الباسبور بتاعي. أنا في قاعة الانتظار باش نركبوا وجاني شرطي علمني اللي الجواز السفر بتاعي باش يوقع سحب. طبعا ناقشت القاعدة القانونية وطلبت هل هناك قرار يخول مثل هذا الإجراء أو حكم قضائي. تعرفوا اللي سحب الجواز يسمى حكم قضائي أو منع من السفر يسمى حكم قضائي. بالطبع ما عندهم شبه الكل. طلبت قلت لهم به أنا باش نرجعوا الباسبور هذايا لأنه نعتبر فيه إجحاف و يعني تجاوز السلطة من طرف وزير الخارجية. لكن الإجراءات اللي باش نقوم بها احنا كهيئة باش تكون إجراءات قانونية وقضائية. هاو الباسبور باسكو هو معناها حطني في أمر واقع معناها خرجوني في قاعة الانتظار مش يجاوب على الأقل علموني مسبقا اللي راهو سيوقع حجز هذا الجواز. طلبت معناها ما يفيد اللي أنا سلمت لأنه نجم مخدم مطبوع وأمور عادية. دونك شكون قال لي أنا ما ضيعتوش؟ شكون قال لي أنا سلمته؟ أنتم أعطيني ما يفيد. بالطبع ما عطاونيش ما يفيد. وقلت لهم أنا نجم نسلمو تو هما كتبوا عملوا أنيلاسيون دو مون فواياج يعني إلغاء السفر. و هالإلغاء هذايا صار بشكل غير قانوني وعلمتهم أن الهيئة ستتمسك بحقها في التقاضي لمن عطل أعمالها.
نحب نضيف نوع آخر من التعطيل اللي تواجه فيه الهيئة. تعرف الكل اللي جات أيضا مراسلة لإرجاع الملحقين اللي موجودين في الهيئة في الوزارات المعنية، وتواصلنا مع رئاسة الحكومة نفس الشيء، قالوا لنا يخدوا على الواحد، قولوا لنا شكون اللي ما عادش حاشكم بيهم، خاطر احنا في مرحلة بتاع نمشيو نقصوا من الموظفين، واللي حاشكم بيهم قالوا لنا فيهم. صارت مراسلة بهذا المحتوى، اعطيناهم شكون اللي نجموا يعني وفاو معناها مهمتهم معانا ونجموا يرجعوا لوزاراتهم، وفما شكون مازلنا نحتاجوهم واعطينا فيهم قائمة. وجاوبونا ما تخبوش، ما فماش اشكال، راهو المراسلات راهي سابقه للاتفاق، وبالتالي سيوقع اخذ بعين الاعتبار هل المراسله نتاعكم اللي فيها تحديد شكون مازلتوا تحتاجوه، وفيها مزيغ يعني قدر ما الهيئه تسلم فيهم جست المونا هذوما ما حش حشنا بهم وهذوما مازلنا حشنا بهم. وكان الامر كذلك للاسف بعض ادارات جديدين، بعض ادارات مش وزاره الكل، حتى وزارات فهمت اللي ثم امر وامر مضاد، بعض ادارات قامت بهرسه الموظفين والمفوضين، والمفوضين عن اربعه مفوضين ملحقين بالادارات بالوزارات، صار ملاحقتهم هرسه تليفونيه، توا ترجعوا لمكانكم ما كانش راهو يشير فصلكم من الوظيفه يعني بالتهديد ولا وتعرفوا انتم اجراءات الالحاق وانهاء الالحاق يعني تتبع اجراءات ما بين زوز ادارات، ما تجيش تعاقب انت المفوض او الموظف بسبب حاجه يعني ما عندوش فيه مسؤوليه، وخاصه فما كنترول من طرف الوزاره الاصليه. ثم على اثر هدايا بعض وزارات فهمت، وثم بعض ادارات كاينهم مكلفين بمهمه قاعدين يواصلوا في هرسلة الموظفين اللي هم ملحقين لدى الهيئة، والهيئة زاد بحاجة إلى خدماتها. إذا أعطي لكم بسطة على الوضعية، رغم هذا الكل فما جوانب إيجابية ونحب زاد هنا البشر به، أن القضاء لا زال يتعامل مع الهيئة كهيئة قائمة الذات وصاحبة صلاحيات قانونية ودستورية. والبارح بركة الهيئة أوردت ملف آخر لدى القضاء، وعندنا الأسبوع القادم ملفات أخرى ستودع لدى القضاء، والقضاء متعاون مع الهيئة، وإحنا هدايا إحنا فخورين به أنه القضاء بتاعنا قضاء مستقر وما عادش قضاء تعليمات كما صار في العهد البارد. ونحب أيضا نطمن الضحايا، لأنه إحنا على عاتقنا مصالح الضحايا وإنصاف. حب أقول راهي الهيئة على قدم وساق لقيام الوضع يتعلق بإنصاف، والهيئة عادة تواصل في خدمتها، والهيئة ما هيش مش توقف، وحتى حد ما عنده القدرة أو الصفة مش يوقف أعمال الهيئة. وكونوا مطمئنين راهي الهيئة ستسلم لكم فردا فردا كل ضحية أو ضحية نفس قرارها في الجبر الضرر اللي هو باش يكون وفقا بالطبع الضرر الذي لحق الضحايا والجبر الضرر الذي يستوجبه هذا الضرر. وبالتالي احنا نقول اللي للاسف فما بعض يعني عندهم حنين للديكتاتوريه حبوا يرجعونا للمربع القديم بتاع الاستبداد. اليوم انا كان المفروض نكون في معهد السلام التابع للاتحاد الاوروبي باش نقدم تجربة تونسية، وهما جابوا جملة من التجارب الفاشلة وجملة من التجارب الناجحة وحطوا على رأس التجربة الناجحة تونس، وطلبوا مني باش نقدم تجربة تونسية اللي توانسة الكل باش يتخذوا بها والعالم يتخذ بها. أنا للأسف تلازيم باش نقول لهم راهو صار منع من السفر وما نجمش نلتحق ونعمل المحاضرة. للأسف الموضوع يعود يكون التجربة التونسية وميزاتها وإنجازاتها، باش نوريو نحكيو على منع السفر تاع رئيس الهيئة اللي هو شيء يؤسف له، وشيء يعني باش يكون عنده كلفة
على صورة تونس وعلى هيبة الدولة بتاع تونس كنا في غنى عنها، والكلفة هذه يتحمل مسؤوليتها شخصيا السيد خميس جهينبي شخصيا، خاطر علمته في زوز مراسلات وين ماشية وقتش ماشية وعنده الخبر، ما معناها ما خذاش على عاتقه حتى باش يعلمني مسبقا راهو باش يصير حجز نتاع الجواز السفر نتاعك على الاقل ناخذ احتياطاتي ما يصيرش ترجيعي من قاعة السفر. اللي وقع ارجعوا مش شخصي هندن سدرين، اللي وقع انتهاك الهيبة نتاع الدولة فيه هي الهيبة ورئاسة الهيبة. هذا الشيء اللي هم التو فهموه، رانا دولة مؤسسات، راهي هالهيئة تخدم من أجل نصرة دولة القانون وطي صفحة الاستبداد ودولة الأفراد والعائلات. للأسف ثم شكون مازال يحن الدولة هذه، لكن احنا نقولوا أعمال الهيئة ستكون رسينة، ستكون عقلانية، وستكون في معناها تصور نتاع مصالحة مع ماضينا ومع هذا الكل، لكن في إطار فرض دولة القانون، ولن نتنازل على دولة القانون والقانون. والهيئة قامت بإجراءات قضائية ضد كل من عطل أعمالها عن قصد ويتيحوا تحت الفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية. الحقيقة الشيء اللي أنا حبيت نضيفه إنه كل وين إحنا توانسة ننجحوا في حاجة، وكل وين نعملوا حاجة تحترم في الداخل والخارج، إلا ما نعرفش علاش فما فريق منا يسعى إلى تحكيمك النجاح هذاك. توا السيدة الرئيسة كانت تقول هي ماشية باش تقدم مداخلة على التجربة التونسية في العدالة الانتقالية كتجربة رائدة. كذلك وهذا ماذا بينا تعرفوه، في أواخر 2016 وفد زاد ضم السيدة الرئيسة الدكتور علي رضوان غراب والأستاذ خالد كريشي ومشاو للبرلمان. علاش؟ لأنه كذلك فما تجربة تونسية رائدة اللي قانون العدالة التونسية ربط ما بين انتهاكات حقوق الإنسان وما بين الفساد المالي، وكانت التجربة التونسية خلت إنه الأمم المتحدة تفكر إنها تعمل ريزوليسيون تربط فيهم ما بين الانتهاكات وما بين الفساد المالي، خاطر نلقاوهم حاجة مرتبطة مع بعض. أنا شخصيا في جويلية 2017 مشيت لألمانيا وكان فما اجتماع متاع البلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وعديد البلدان اللي خاضوا تجارب العدالة الانتقالية، وكان الاجتماع هذا بخصوص شنية العراقيل اللي القاوها، العراقيل القانونية اللي القاوها البلدان هذه واللي ما خلاتش تجربهم تنجح كما يجب. وكانت الأجوبة الكل موجودة في القانون التونسي، لأن القانون التونسي قال أنه هيئة الحقيقة والكرامة لا تجابه بالحصانة، هيئة الحقيقة والكرامة لا تجابه بعفو سابق، هيئة الحقيقة والكرامة لا تجابه بحكم سابق، الجريمة والعقوبة ما يسقطوش بمرور الزمن إلى آخره. يعني احنا وصلنا عملنا تجربة وانه العالم الكل قاعد يتعلم منها تو، ما نعرفش علاش، ما نعرفش يعني فعلا. انا نحب التوانسة يعرفوا شكون اللي من مصلحته انه يفشل التجربة هذه، شكون اللي من مصلحته انه ما يخليش التجربة هذه تنجح، شكون اللي من مصلحته انه هالنجاح اللي حققته تونس في جزء من المسار الديمقراطي واللي هو العدالة الانتقالية ما يخليهاش توصل لآخرها وتعطي نتيجتها. وشكرا.